سير حرب الوحدة الترابية، عطيت الغالي والنفيس. والديا كانوا في المقاومة، ونهار اللي جا الاستقلال ما استفدوش، وأنا كملت المشوار وشاركت في المسيرة الخضراء، وكان سلاحي كتاب الله، ومن ثم جا جيت وكان سلاحي القرطاس. من 76 حتى 80 وأنا في المعارك، حتى سقطت في المعركة الأخيرة غراف مونبليسي. غراف مونبليسي، فهمتي ولا لا؟ واليوم هاد الناس هادو راه وعدونا نهار اللي جينا غنعطيوكم غندير لكم غنفعلوا لكم غنتركوا لكم. حنا الكراد باش مشينا باش جينا. ما شدينا لا ديبلاسمون لا بليفرا لا يديك لا يخليك، ما كلتنا وشربنا اللي كنا كناكلوا لهي كيقطعوا علينا هنا، كنا تما غبجوع النوع على العدس والرز. تمارا والويل. ها؟ المعاناه اللي دوزتوا فيها. المعاناه الا كنتي كتعرف ذاك الفيلم ديال 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 الفراعنه مع بني اسرائيل كيفاش كانوا كيعاملوهم، هكا كانوا كيعاملوا بين الجزائر. اللي ربي طول به حبل راه عاش، واللي مات تما اللي قتلوه قتلوه، واللي مات بالمرض مات، واللي مات بالجوع مات، ولا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. الرسالة تبغي توجه للمسؤولين. المسؤولين كنشوفهم كنقول لهم اودي باسم جلالة الملك، باسم الله وباسم جلالة الملك القائد الأعلى، باش ينصفونا وباش يشوفوا من حالتنا ومن حالة أولادنا، ومن ناحية القبر الحياة، ومن ناحية الأجرة اللي هي ما كان 32 ألف ريال ديال التقاعد. اش غدير لك؟ عندي دابا ثلاثة الأولاد، تا جيت عاد تزوجت، كلهم كيقراو دابا، باش غادي انا بغيتهم باش بغيت نقريهم، بغيت شي حاجه اللي باش هما يكملوا تا هما المشوار، باش تا هما يدافعوا على البلاد، بغيت نقريهم، بغيت نلحقهم لواحد الدرجه اللي كيما والديا انا وكيما انا تا هما بغيتهم يكملوا المشوار. جندي الوريغ السعيد، اسير حرب مده 24 سنه في السجون البوليزاريو، قصينا الاداب والمحن في سجون البوليزاريو، وكنا كنتعذبوا عليه الناس اللي هما الجزائريين اللي ما فيهم لا شفقه لا رحمه، ما فيهم لا عروبه لا حتى شي حاجه. ولهذا دابا رحنا جينا هنايا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، ولكن المشكل اللي هو عندنا حنا وهو هاد الناس هادو راه من نهار جينا، كاين اللي جا في 2002 بحالي هنايا، كاين اللي جا في 2006، كاين اللي في 4، ومن نهار جينا وحنا كنوقفوا وكنطالبوا بالحقوق ديالنا الشرعيه. نهار جينا هودنا في اكادير وجاو عندنا هاد الناس اللي هما الضمان الاجتماعي تابع المؤسسه ديال الحسن الثاني، وجاو عندنا ووعدونا، قال لك اودي راه غنعطيكم لاغريمون، غنعطيكم الدار، غنعطيكم، وحنا كتعرف يعني الله جينا من السجون باقا مقلوب علينا القفوه، عيانين في راسنا، ما عارفين شي من الشرق من الغرب. يعني الانسان 24 سنه يتحط هنايا في وسط اكادير ما يعرف يقدم ولا يؤخر، وكذبوا علينا، كذبوا علينا مباشره، غادي نعطيوكم، غنديروا لكم، غادي نفعلوا لكم، غنتلكوا لكم، وخذ هنا كاكو دردبونا من خرجونا لبرا، خلونا كنتسناو، وتسنتوا عمك صباح، تسنتوا عمك صباح الى يومنا هذا، وعينا من طالبوا بطريقه سلميه. حنا ناس سلميين، حنا عسكر كنخدعوا القانون وكنحترموا القوانين، وما يمكنناش باش نديروا شي حاجه اللي هي خارج القانون. راه الانسان كيموت على بلاده او لا على ولاده او لا على حقه. حنا ضعنا في حقنا، ضعنا برزقنا. هاد الناس هادو كاملين كتشوف هنايا كاملين، راه الاخر فيهم عنده 17 عام ديال السجن. كاين اللي خلى ولادو ثلاثه الوليدات ديالو خلاهم هنا وعاش بلا بيهم. وتصور انت ايها المسؤول، ايها الجنرال، ايها الوزير، ايها البرلماني، وتصور انت مشيتي للحبس وخليتي ثلاثه الدراري وخليتي المراه، شوف كي غيدوزوا حياتهم، شوف شكون داها فيهم، واش كيدق عليهم شي واحد، واش كيقول لهم مبروك عيدكم، واش كيقول لكم راكم تعيدوا. حرام حرام حرام. مشينا للسجون لاجل بلادنا وحنا كنفتخروا بها، كنا في الحروب وحاربنا من اجل بلادنا، ولكن للاسف الشديد من جينا هنايا ضيعونا في حقنا، داونا رزقنا، داونا رزقنا، ما كنسمحوا لا في الدنيا ولا في الاخره. هاد الناس كيظنوا علينا مغلبونا، حنا ما غلبوناش، حنا ما غلبوناش، حنا كنا كنخافوا ما نتشدوش عند البوليزاريو، كره هربنا، كره حتى حنا هربنا، ولكن ما هربناش. هاد الناس اللي كتشوف ما هربوش، هاد الناس هادو للامام
زادوا القدام باش توقعوا في السجن، باش توقعوا في يد البوليزاريو، والبوليزاريو كانوا كيحملوا اسلحه في التكة، وحنا لا شيء. ورغم ذلك واجهناهم، داكشي اللي عطى الله. واخر كلام هو اللي كنوجه لكم، وهو انه الله يهديكم، تعطيو للناس رزقهم، عطيوهم حقهم. راه هذه تقريبا 16 سنه 17 سنه وحنا كنطالبوا. حشومه عليكم، الله يحشمها عليكم. هذا عار، عار كاع يوقف اسير دوز 20 سنه ويوقف كيطالب بحقه هنايا، عار عليكم.